Alrighty, I'm live. Hello, ladies. الو Hi, الو، how are you? Hi, كيفكن؟ صباح، انت كيف؟ صباح وانت كمان. Good, good. يعني it's a pleasure to have you اليوم. Two beautiful ladies. ومش بس beautiful, experts كمان in the field. تنحكي عن emotional eating. One of the very important topics بهمنا كلنا وكلنا بنقطع فيها بمرحلة من حياتنا إذا مش نحن حدا قريب منا. So a big, big thank you لوقتكم ولا your trust وهيك الأفرت اللي عم تعطوه معنا الليلة. رح نقضي معكم an hour and a half. So انتو جديد للأودينس تبع سيرة وفي كتير من الأودينس اليوم كمان جديد أول مرة عم تفوت على البلاتفورم. So بس allow me هيك just 2 minutes تفسر شوي عن سيرة, the experience, شو رح نشوف, and then you can start. بهمنا تعرفوا عن حالكم, هيك الناس تتعرف عليكم, then we can start with our topic. We are all eager to listen to you. So أنا بس رح فسر بسرعة شوي شو رح يصير الليلة. So نحن رح نقضي مع كارين وميرا تقريبا ساعة ونص من الوقت. أول 45 to 50 minutes رح نكون هون بالراوند تيبل. نحن عم نسجل هلأ لايف والناس فيها ترجع تحضرنا. السيشن رح تكون on the app. So anytime من بعد الليلة ساعة 10 ويعني من بعد ما نخلص بتصير موجودة, وإلا منحطها كمان على يوتيوب. سو بتعطونا يومين بتكون موجودة على يوتيوب and you can watch it there. سو قلنا 50 دقيقة تقريبا نحن رح نقضي معكم هون. رح you will share slides, رح تفسروا, رح تكون discussion, رح نقلكم كمان شو في أسئلة من الأودينس جاوبونا عليها, ومن بعدها مننقل على virtual room مثل ما عادة منعمل بسيرة. سو مننقل على أودا فيرتوير, رح نفرجيكم كيف, وهيك الناس فيها تتواصل معنا أكتر. فيهم يفتحوا كاميرا, فيهم يحكونا through the microphone, فيهم يسألونا أسئلة, وكل الوقت هلأ وبعدين فيكم تسألونا أسئلة through chat أو through the Q&A. نحن مننصح العالم, لأنه هلأ عم نسجل, مننصح العالم يسألونا أسئلتهم على الـ Q&A. سو قدامكم على التليفون بيبين عندكم Q&A, بتسألونا وفيكم تحطوا أوبسيون أنه ما يبين اسمكم. So you can ask your question anonymously, هيك ما بيبين اسمكم بالتسجيل. بتضلكم محافظين على ساندرا فروز. هلا بترجع. اوكي, ايه فروم ساندرا. اوكي, يلا هلا بترجع. طيب شو بك كارين, اذا بدك اعرف عن حالك هيك منكون. اوكي اوكي, سو ايم كارين جميل. I'm a clinical psychologist specialized in cognitive behavior therapy. I work at the Healthwater Polyclinic. Sandra, you're back. I can see that you're back. Yeah, she's still muted. No, yeah. She's still muted. Okay. Hi, Sandra. بلشنا ال presentation of ourselves. Sorry. Okay. عرفت على حالي وخطه. اوكي تمام. ايه كارين, كنت عم تقول يس سبيشلايزد لايك سيبيتي كوجنيتيف بيهيفير ثيرابي. و سينس يور باك اي وود لايك تو ثانك يو فور ذس اوبورتونيتي, بيكوز اي ثينك اتس ا جريت ايديا ذس منتل هيلث بلاتفورم. We really need it in Lebanon, really, and it's really, really important. Thank you so much. ونحن بهمنا, thank you, بهمنا كتير إنه الناس تتعرف عليكم كمان, لأنه expertise
hard to find. So بهمنا كمان الناس تعرف إنه يعني we have experts بلبنان وبعدهم هون وحتى في عنا audience اليوم من برات لبنان. So رح نحط كل ال details كم يتواصلوا معكم ومن بعد الحلقة. ميرا عارفة. Okay, أنا اسمي ميرا تويني. I'm a dietitian. I specialized in preventive cardiology and eating disorders. So a few years back, I was in London. كله هنيك multidisciplinary هيك. فقررت أفتح the Scorchers Polyclinic. We're 12 to 14 health professionals working together. مع كارين أكيد. So this is, was like to have a holistic approach and around the patient. So so that's it. والكلينيك بالأشهر بالبيروت يعني. نحن رح نحط كل الديتيلز مثل ما قلنا كمان كيف يوصلوا لكم كارين واميرا. Let's dive in على الموضوع تبعنا. مثل ما حكينا قبل كمان قبل ما نبلش لايف, this is a topic that has gained a lot of importance. اليوم عنا كتير audience attending, يعني which is nice إنه في ناس عم تهتم عن prevention بهالأشياء. So go ahead, ورح تكون discussion بين بعضنا ومثل ما قلنا. So please يلي عم يعني يلي عم بيسمعونا, don't hesitate to ask your questions بال Q&A, وهيك منقدر كمان نسأل أسئلة لميرا ولا كارين. Thank you. Okay, يلا رح بلش. Okay. Okay, حبلش أفسر شوي على stress on weight. So basically, شي ما عارف إذا شي مرة لاحظتوا إنه بجربوا تعملوا كل شيء, تتزبطوا الأكل وتلبسوا سبور وبتضلكم ما عم تقدروا توصلوا على الوزن يلي بدكم. كرمال هيك بدي أفسركم شوي ليه بيصير هيدا الشيء. Stress and weight gain are very linked. لأنه basically جسمنا يكون stress physical أو emotional ما حيعرف الفرق. In both cases, جسمنا is gonna have the same reaction. So your heart will start racing whether a lion will be chasing you or whether you're gonna miss your flight or whether you're gonna have a presentation. So your body is gonna react the same way. What's gonna happen? رح يكون عندنا stress hormones اسمهم الأدرينالين والكورتيزول that are gonna be released in the blood. We're gonna have something called the fight or flight system that is activated. شو بيصير؟ عندنا سكر بالدم حيكون اسمه glucose is released to be able for us to run. هلا نحن اليوم ما كتير عم بيصير هالشيء وما عم نركض وهيدا, بس the physical aspect of it is still the same. So حيكون عندنا changes in the body. حيكون عندنا glucose أكتر بالدم, don't we're gonna have changes in our body. بدي أرجع شوي أحكي على هيدا الهرمون يلي is released اسمه الكورتيزول. كورتيزول شغلتها to store fat in the body. هلا it can sound very bad إنه يي منكرهها لهالهرمون, بس لا, we really need it for survival. So هي بتساعدنا to digest, وهي وقتها بتعلى بيعلى السكر بالدم, بيعلى الضغط, so it boosts our ability to run away from danger. مثلا الصبح وقت نوعة عنا كورتيزول بتعلى كمان هيك كمنوعة and we get going يعني in the morning, حتى if you're not a morning person بس إنه you have this energy in the morning, it's thanks to this hormone. So شو بتعمل؟ أول شيء بتزيد الهونجر, so بتقلنا يلا نروح وكله. هلا فيها تعمل arthritis, بتتعب, بتخفف الimmune system. This is why when we're very stressed, هتلاحظوا إنه يمكن نمرض أكتر وهيك أساس يعني هولي إنه يصير أيه نصير عنا grip أكتر whatever. فينا نكون معصبين أكتر obviously. الحرقة كتير بتزيد, وجع راس, الكآبة, الميتابوليزم بخف, وإذا الميتابوليزم بخف يعني حيزيد الوزن. فينا ما نكون عم ننام مزبوط وكمان حيزيد الوزن, هلا كمان حنشوف ليه. وفيه يزيد الضغط بالدم. هلا what the effect؟ فمثل ما حكينا أول شيء عنا ال increased cortisol. هيدي شو حتعمل؟ حتقلنا بليز روحوا كله سكر أكتر. وتاني شغلة حتعملها it's gonna store fat in the belly. أوكي, بعدين عنا ال عنا ال altered digestion. يعني إذا مثلا في عالم إذا بيعملوا ستريس عندهم جاري, عندهم حرقة, عندهم constipation. So this كمان can lead to weight gain. عنا altered sleep. So إذا ما عم نقدر نقوم مضبوط, يمكن الميتابوليزم يخف ونصير ناكل أكتر.
اخر شيء في كمان ستريس فيه يعملنا افكت سايكولوجيكي انه مش عاملنا نعمل سبور مش عاملنا نتحرك فكمان توليت ويتي. واخر شيء يمكن كمان العالم يشربوا الكحول اكثر when they're stressed وش كمان كان ليت ويت. Is it clear؟ في شيء سؤال او صباح جبتش؟ لا you can continue. Okay. It's very clear. هلا how sleep affects our hunger hormones. So basically when we're sleeping enough عنا a normal appetite and after eating we're satisfied. These are done because of ghrelin and leptin which are two appetite hormones. But when we're not sleeping enough, شو يعني not sleeping enough يعني less than 7 hours a night, we have more appetite because we're tired. So our body thinks that we're tired because we're hungry. So it's gonna push us to go and eat more. When we're done eating, we don't feel satisfied. We feel like we need to eat more. So it will cause an imbalance in these two hormones and it will lead to weight gain. So إذا اليوم ما عم سوري إذا نرجع دقيقة أميرة إذا ما عم ننام كتير رح ننصح وإذا مخربط عنا ريت من النوم صح هيك فهمنا منك؟ إيه لأنه بيتخربطوا الهرمونات فمن وراء هالشي بنصير ناكل أكتر ما نشبع ونضلنا عم نفتش على إنرجي لأن إحنا عم فات تعبانين بنصير ننصح. أوكي هلا بدي اقول لكم شغله انه في كثير عالم بيقولوا لكم انه خلص بدك تضعفي انه خلص كلي اقل وتحرك اكثر وعملي سبور وبيمشي الحال. I'm really sorry but it's not as easy as it sounds. So this is why انه يمكن تكونوا جربتوا تعملوا سبور وتاكلوا مظبوط وبين بعد فتره ما عم تضعفوا وعصبتوا هيدا. It's not because of you. It's not because you're not strong enough. It's not because you don't have enough willpower. That's not because of you. Okay, اول شيء اوكي عندنا سبور ونيوتريشن ما عم بقول لا. بس بعدين عنا الجينيكتكس والفيزيولوجي يعني جسمنا كيف شو عم بيعمل هيك. عنا الايموشنز اللي اليوم كثير حنحكي فيها لانه عم نحكي على الايموشنال ايتينج. اذا عندكم ايموشنال ايتينج رح تاكلوا كثير رح تنصحوا سو هيدا كمان ما خصكم اتس هلا حنشوف ليه. اذا في مشاكل بودي ايمج كيف تطلعوا بحالكم كيف تحكوا مع حالكم شو الجسم لكم السلف بيليفز. في كثير عالم مثلا بيقولوا انا بصير مبسوطه الا ما اضعف بنبسط إذا لا أحد دلنا زعلانة. إنه هول the rules من حتى لحالنا no, that are not true that we truly believe مثلا بشتري شيء بجديد وقت أضعف بس technically they're limiting us to do so. عندنا الموتيفيشن يمكن نهار التنين أنتوا تكونوا very motivated ويلا منبلش دايت ومدري شو والأربعة خلاص إنه كبيتوا كشي وما بعد بدكم تعملوا دايت. هيدا الموتيفيشن بتعلى بتجي which is كمان completely normal. عنا relationship ما عم بحكي بس love relationship حتى بالعائلة الأم البي الإخوة كل هول أو حتى الأصحاب مع مين عم نظهر مثلا إحنا مننتبه بس وقتا بنظهر مع هول الأصحاب ناكل هيك وقتا بنظهر مع هول نتعقد لأن هني ما بيأكلوا سو بحس حالي غلط برجع على البيت بيأكل. So relationships have a big 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 impact on our food intake. وعنا food meaning شو الأكل لإلنا هو بس تنعيش هو بس تسلية هو to numb our emotions مثل ما حنشوف اليوم. So كمان شو الأكل لأنه هيدا الشغلة كمان كتير. ميرا عنا سؤال قبل ما نكفي سو عنا حدا من الأودينس بلش شاركنا خبرته إنه شو عم بتصير معه عم بتقلنا إنه وزني ثبت على 52 عم تعمل سبار كارديو نط حبل 500 مرة كل يوم و30 ساعة أو ساعة أو 30 دقيقة أو ساعة مشي وحديد وكل هول والفود بلانز تبعها عادي أكلة خفيف بس إنه مرتين بالجمعة تاكل برا وحتى لو ما أكلت برا وما أكلت كتير بضل في فات ما عم بيروحوا عوراكة. سو عم تسأل ليش سو إيه؟ إذا نرجع هالشي هلا مثل ما قلت في فيزيولوجي هلا ما بعرف كتير الكيس obviously بس إنه يمكن يكون في هرمونز مثل الغدة مثل الأنسولين وهيك يكونوا مخربطين يمكن يفسروا هالشي. يمكن كمان هلا كمان ما حكيت أنا بس وقت عم بحكي عن nutrition مش بس الأكل تقسيم الأكل يعني مثلا إذا مثلا معمول حيلا شيء ما بنتروق وكتير بناكل بالليل هلا بعرف مودة ال intermittent fasting بس it's not good for everyone and it doesn't work for everyone. So يمكن كمان الأكل مش منظم يمكن it's not balanced يعني في كتير عالم كمان تيضعفوا بيوقفوا الخبز والباستا وهيك بتمشي أول كم يوم بعدين ما بقى بتمشي لأنه our body needs it. So في عن جد كذا شغلة في المي إذا الشخص ما عم بيشرب كتير مي بتأثر إذا يعني في كذا شغلة هلا سبار أكيد مهم بس إذا كمان كل بقية النهار ما عم نتحرك كمان so we have to really look into it بس أكيد في explanation وأكيد we can reach to a goal يعني ما في حدا ما خلص ما وقف يضعف أو ما وقف يعني أكيد في شيء that we can work on. All right.
اوكي رح كمل. اوكي هلا بس بدي اقول لكم شغله على الدايت بنش سايكل. سو في كثير عالم وسبشلي اللي دي اند اب وذ ايتينج ديس اوردر او هيدا بكونوا عم بيعملوا بفوتوا بسايكل اسمه الدايت بنش سايكل. شو يعني؟ يعني حنبلش بدايت جديد. اوكي وي ستارت ا نيو دايت وي فيل ديبرايفد انه يا هلا ممنوع اكل شوكولا وما بدي اكل بطاطا مقليه سو وي بوت ريستريكشن. سو باي بوتينج ذيس ريستريكشن اوريدي بنحس حالنا فرستريتد. شو بيصير اوتوماتيكلي؟ وي هاف انتنس كريفينجز لهول الاكلات اللي قلنا انه ممنوعين، انه هول باد فودز، هول ممنوع اكلهم. فشو بيصير؟ نفلوت وبنروح وي اوفر ايت ذم، انه خلص بنفضل براد وبناكل كل الشوكولا وكل الشيبس. وي ايموشنلي ايت كمان او وي بنج ايت، حنشوف الفرق بعدين مع كارين. Then we feel guilty. So we like خلاص ولي عملت هالشيء، I want to regain control، ما بعرف اعمل هالشيء، رح بلش دايت جديد. وبنرجع نفوت باللوب. So هيدا الشيء كمان انه كثير مهم نعرف انه نحن بهيدا اللوب و to find a way to stop it. And starting a new diet isn't the solution. هلا حنحكي على stress و emotional eating معك. Okay. So أول سلايد رح بلش أسألكم كم أسئلة بتخلينا شوي نعرف شوي نتعرف عن شو الإيموشنال إيتينج. أوكي دونك إذا do you eat more when you're feeling stress؟ بتاكلوا لما أكثر لما بتحسوا إنه في قلق زيادة؟ إذا حتى ما نكون جوعانين يعني ما بتحسوا بهانجر؟ do you eat outside of the usual time؟ ولا تحسوا حالكم better يعني to soothe yourself with when you are sad or mad لما بتكونوا زعلانين أو قلقانين أو في شيء معين. كمان في شيء كتير مهم بتسألوا على حالكم do you reward yourself with food do you regularly eat until you've stuffed enough لتحسوا حالكم you're full full full. Does food make you feel safe؟ لا إذا حسيتوا بشيء and you feel insecure do you go through eating to be more safe and do you feel powerless or out of control يعني بتحسوا بشيء معين ما عم تقدروا تسيطروا على الموضوع. أوكي powerless أكثر يعني كثير بسمع بالكلينيك إنه مثلاً خلاص إذا فتحت باكيت شيبس إنه ما في ما خلصوا إن خلاص بدي خلصوا أو إذا بلشت بأول شوكولا يعني بدي أكل 10 شوكولا. so هيدا كمان ال feeling out of control around food. ولا هلا رح نشوف بالبعدين ليش ال feeling of powerless. okay هلا رح فسر لكم شو ال emotional eating. like we said before it means to be in response to emotional and feelings like anger, boredom, زعل, anxiety. ومثل ما شفنا ما بيكون في physical hunger. يعني أهم شيء هو حتى ما نحس بالnegative emotion يلي عم نحس فيها حاليا. بس في شيء كتير طريقة منهرب. هي طريقة منهرب فيها كارين من أنه نحس الإيموشن أو الفيلينج هيدا منأكل حتى لو نحن مش Of course. بدنا نهرب يعني عم نحس حالنا إنه في شيء عم نحس ب anxiety, sadness. و instead to, for example, to face the emotion, we go through eating. هلا رح نشوف كمان what are the triggers after. Okay. We have also experienced. يعني كلنا عشنا the emotional eating منه something just specific for a few people. يعني كلنا عشنا from time to time when we are having a certain emotion it can be also positive. We go through comfort food for example certain kind of food لما نكون زعلانين أو في شيء معين. بس لما بتكون problematic هي لما بتكون constant أو دايما أنا عم تحس بقلق but I will go through the behavior of eating. Okay. دايما هيدا هو لما بيكون constant مش انه عندي غير another way to cope. If it's only the way of coping, my only way of coping is to go and eat because I'm feeling something,
it's becoming problematic. Okay. هلا في شيء كتير ضروري لكم إياها إنه eating disorder منه is different from the emotional eating. Okay, it's not classified the emotional eating as an eating disorder. يلي هنن ال eating disorder, anorexia, bulimia, binge eating, هولي الأساسيين. Emotional eating منه an eating disorder. Okay, and is different from the binge eating. لأنه في confusion. Sometimes people think that binge eating is also related مثل emotional eating. ولحفظتلكم what are the difference between the emotional eating and binge eating. The first one is the loss of control. يعني ما بقى في سيطرة. بالbinge eating I can eat وما بيكون خلص عم حس حالي إنه ما بقى عم سيطر على الموضوع. بالemotional eating بحس إنه لازم روح أكل لأنه في قلق, في sadness, في زهق, في boredom, بس من بعد ما أكلت my portion أوكي عم حس إنه my stress level is going down. بوقف أكل, بوقف أكل وبقدر سيطر. Voilà, exactement. Donc, the emotional eating, what it's good to know is that the amount of calorie, منه مثل بالbinge eating, في massive spike in calorie. Okay? والآخر شيء, إنه it serves a fundamental purpose. يعني في شيء معين بالemotional eating. إنه I'm feeling sad, I will go through the behavior of eating. بالbinge eating it's something chronic وما بيكون في specific triggers. اوكي هذا عنده شيء سؤال. ايه قديه common انا كثير اسئله قديه common كارين قديه بتشوفيها بالكلينيك عندك وامتين الناس بتجي لعندك؟ يعني كلنا بنقطع فيها كل مرات, اذا خصوصي بالكالتشر تبعنا, يعني بتشوفي اذا حدا اجى ولد بياكله, اذا بالعزا بناكل, اذا بال يعني بال طبعاً عنا إنه الأكل is part of كيف نعبي. هلا سبقتوني شوي لأنه like I will explain the cultural cultural side of, بس at the common the emotional eating is something very common. Usually people who come at the clinic بيجوا للستريس, بس هلا في شيء كتير مهم ولح أقوله بعدين. During the pandemic كتير حكيوا عن the emotional eating. I've had many patients who know, وقت الpandemic نصحت, كنت عم باكل كتير, ما كنت عارف شو كان لازم أعمل during the lockdown, the pandemic of COVID. Okay. Okay, I will pass through. Voila, the common causes emotional eating. Like we said, stuffing emotions. Stuffing emotions, يعني people يعني ما عم بيعبروا, ما بيعرفوا كيف يعبروا. So there's a mix, ما عم بيحسوا what they what are their emotions. So هون for example نحن بالكلينيك نعمل لهم psycho education, نعلمهم what are the emotions, كيف يعرفوا يعملوا فرق بين الanger والfear. كمان another cause هي مثل ما قلنا الboredom والfeeling of emptiness. وهون كنت بدي أحكي عن الpandemic during the lockdown. كتير صار في cases ما كنت أعرف شو لازم أعمل, شو فيني أعمل. So going through the fridge, coming back. في كتير ناس صارت تطبخ لتشيل للزهق. صح. كمينة سنة بيعملوا صح. خبز بيعملوا معرفو إنه. صح. كمينة لأنه it was a way also to distract themselves. Voilà, childhood habits, مثل ما قلنا, ثقافتنا, culture, كمينة إذا بدنا نشوف بال childhood sometimes parents كانوا يعطوا reward for good behavior للولاد. You had a good grade, أو إذا كانوا زعلانين okay there's an ice cream after you finish your work, for example. So there's we associate this stress to soothing with comfort food that were usually offered in our childhood for reward. So بيصير الولد عم بيجينا سؤال إنه بيصير الولد من وقتها بيعمل association إنه الأكل هو
صح هيدي كتير كتير حكيوا عنها حتى بالريسيرش ان انجلند ان امريكا وكمان ان فرنس يعني اليوروبيان كتير حكيوا هيدي الكونسيبت دو ريكومبانس انه تو ريورد هو بوث يعني ريورد بانشمنت يعني كمان اذا ممنوع تاكلي yes. كمان ذا اذر سايد مش بس انه ريورد انه اكزاكتلي 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 نوت اونلي فور ريورد اوكي social influence نحن لازم نعرف إنه eating is a part of our daily routine وكمان لما منروح socially we go through a gathering في دائما إنه eating موجود so نعرف إنه we associate كمان gathering with a positive pleasant emotion when we are eating so في social influence But there is also another side of the social part. Here, you know, few people, they have social anxiety. So when they go to a social event, they try to calm their nervousness, their stress with overeating. Okay? Any question? أوكي أنا سؤال بس مش related إذا بديك ننطر سؤال بعدين اوكي دائما اوكي سوري انا سؤال دائما مثلا باكل بشبع بعد كم دقيقه بحس لازم ارجع اكل شوكولا او انه اكل شيء بيعتبر هيدا ايموشنال ايتينج لا حارض على السؤال هو ما انه ايموشنال ايتينج يعني حسب اذا معودين كمان نخلص الاكل على سويت نوت وهيك لا that's not emotional eating emotional eating مش انه ناكل حبه شوكولا وحبه هيك هلا في شغله انه وقت حكينا عن بنج وقت حكي كارين عن البنج وعلى الايموشنال ايتينج الايموشنال ايتينج عاده بتصير اوفر مثلا ساعه روحه ونخلص نروح ناكل بسكيو خلص نرجع بعدين ناخذ شوكولا يعني بتصير شوي اوفر تايم واخر شيء وي ريلايز انه وي ايت لوت بنج ايتينج منروح منفضل براد within half an hour we're in another state we're in trance وعن جد ما منحس and usually we do it alone whereas emotional eating لا انه فيها تكون عادة بس انه عم بقوم كم دقيقة اكيد شوكولا وبسكوت بعد الاكل ومن بعد ساعة بجوع this is really not emotional eating هيدا عادة وبركي كمان مش بعد لانه when we try to restrict our food لا خلص بكفي ما بدي اكل اكتر من هيك يمكن actually تكونوا بعدكم جوعانين كرمال هيك within an hour already بتكون شيء ثاني يعني كمان so these are the two وكمان كمان بس بزيد انه في specific triggers sometimes انه في شيء يمكن من خلال النهار ضايقكم او سمعتوا شيء خبر هيك او عشتوا شيء ضايقكم يعني في trigger مش هيك بنسميه emotional eating there's an emotion that woke up okay سؤال عنا سؤال انه هل الكول في ناس كمان they cope مع الستريس بحط حاله مثلا واحد في اخر النهار تعبان او زعلان بحط كيس او بيش او انه شيء خاصه بالشرب is this also part of هال escape mechanism اللي عم تحكي عنه هو دائما لازم نشوف يعني لازم يسأل هو ليش عم بيشرب هلا حاليا انه شو اذا if it's a part انه متضايق زعلان يعني دائما لازم يكون في السؤال why I am going through ليش رايح تشرب او it's a habit for example هلا we will go through this in the slides No, for example, emotional eating, it can lead to, for example, food addiction. إذا بكفي. يعني بدنا نشوف إنه what are the side effects, for example, of using this, it can lead to addiction. إذا الشخص عم بيشرب, إنه ليه؟ بده يسأل حاله ليه عم بيشرب. Okay? Okay, stress. هو it's related also إنه كيف ما ضايتوا النهار أو عم بتعيشوا a stressful period أو في you are in a stressful environment so the stress also plays a good part in the emotional eating okay كمان في something we call it alexithymia it's characterized by difficulty يعني شخص ما عنده صعوبة أو ما بيقدر
أو ما بيعرف to express أو يعبر على الإيموشنز. أوكي؟ So emotional eating كمان can be related to people who suffers from alexithymia. Okay. إذا بدنا نشوف بال tip of the iceberg, when we say, for example, emotional eating, we think about okay, يمكن في weight struggles, مشكلة بالوزن. أو هيدا شخص ما عم بيتحرك كتير، ما عنده الباور to control his eating. هولي إذا بدنا نقول الأفكار السطحية يلي هي بتبين أول شيء، يعني the most obvious. But what is really important is the underlying issues that comes with the emotional eating. وإذا بتقروا إنه فيها تكون فولا people pleasing, resentment, loneliness, trauma, diets، يعني هولي يلي فيهم يغزوا إذا بدنا نقول ال emotional eating they are underlying issues. Okay؟ ال emotional eating cycle هلأ رح بلش، وإذا بدكم فينا نعطي example دغري a specific trigger that upsets you. في حدا for example بده يعطي هيك small example إذا مرق في شيء ضايقه أو زعجه، بلش يقول أو خايف عنده presentation. So عتلين هم ببلش يقول لحاله I'm not worth it، ما لح أقدر، I will not succeed، لح أفشل أكيد. So أكيد إذا لح يفكر ما إذا لح يطلع له negative thoughts لح يكون عنده negative emotions، لح يقلق، لح يخاف، لح يزعل. دونك لح يكون عنده voilà this kind of emotion. بالemotional eating لما لح يحس هيك بيخاف أو زعلان لح يكون عنده feel the urge to eat دغري. دونك the first step for him okay I should do something, I need a chocolate, for example. So after he ate his chocolate, or two to three chocolates, he will say, but this is not the time. ليش أكلت هلا؟ أو يين بارح كنت عم بقول بدي انتبه على my weight. Donc, لح يحس بdiscomfort, لح يحس إنه أكل كتير، ولح نرجع نطلع بالloop إذا بدنا نقول بالcycle. لح يحس إيش ليش عملت هيك؟ ليش ما قدرت سيطر؟ فلح يكون عنده الإحساس بالذنب، guilt, shame و powerless around food. ونرجع من food لأنه لح من بعد هول الأفكار شو لح يصير؟ ما لح أقدر، ما عم فيني سيطر، I'm not worth it، ونرجع من food بالسيطر. كريم عنا حد عم shared إنه she has a problem تبقى أكل بلا أكل. وقت جوزها بيرجع على البيت ساعة 6:30 تتغدى، بس 6:30 تتغدى معه، وبعدين وقت أولادها بيناموا she feels she needs to eat chips, cake, anything just to feel إنه she's relaxed to happy and having fun بليلتها من دون stress أو نق. Is this okay. هلا أنا بس ما سمعت أول شيء بتبقى كل النهار بلا أكل في إيه إيه. اوكي دونك هون عندنا مشكله كمان باللايف ستايل، يعني ما بيكون عندها، واكيد ميغا رح تفسر يمكن الدايتيشن انه كمان انه ما بيكون عندها البورشن يلي لازم تاخذهم البريكفاست اللانش. انه سام تايمز وي ايموشنلي ايت لانه وي فيزيكلي هانجري، يعني في كمان هالشيء عم نحكي كثير على الايموشن لانه اتس امبورتنت تو ريز اويرنس. بس نحن اذا ما عم ناكل مزبوط جسمنا عايز اكل، فهيك suddenly we're gonna feel خلاص ما بقى فيه بدي أكل. so إذا ما عم تأكل كل النهار وبتتغدى بس على ثلاثة obviously يعني حيفوتوا ولادها يناموا راح تكون كتير جوعانة. و usually when we're very hungry we go for quick fixes، يعني ما راح نروح نعمل رز مسلوق وبطاطا مسلوقة، يعني we're gonna go for chips, chocolate, quick energy لأنه الفات والسكر high fat and high sugar يعطونا هيك a boost. So it's very, very, very understandable. The solution is to eat better during the day and to eat better.
وهيدا حشي حيروح. وكمان I think she's rewarding herself إنه تعبت بالنهار واهتمت بولادي وهلا راحوا ناموا. I need the reward, I need to eat chips, I need to calm down. يعني هي لإلها هلا it's associated كمان with رواق and happiness. دونك هيدا كمان وكمان لأنه حست كمان إنه أوكي في something I'm full. دونك حست بـ positive things that happen. So it's like a conditioning. هلا عم بلش I'm eating, I'm feeling better لأنه يمكن كانت عايزة تاكل. Okay. Alright. So like I said before, you know, the negative consequences of emotional eating, the food addiction, we can be addicted to the food also. There's a weight-related health problem. أكيد مثل ما ميغا قالت كمان إنه إذا لحتل أكل for example وما لح يكون في exercise, I'm gonna have problems with my weight. ولأنه I'm gonna have problem with my weight, رح يكون عندي body image issue. دونك كيف أنا نشوف حالي, how I will describe myself. أوكي, والحب الذاتي إذا بدنا نقول, دونك رح يكون عندي low self esteem, ما رح يكون عندي ثقة بنفسي مثل ما لازم. ويلي كتير مهم مثل ما قلت, منو an eating disorder, بس the emotional eating can lead to an eating disorder. Okay? If left untreated, يعني if you took the right action. Of course, of course, it can lead to an eating disorder إذا ما ناخد الخطوة نشتغل عليه. Okay. كارين بس تنرجع. تنرجع شوي على اليوم. يلي عم نوصله المسج اللي عم توصلي للأودينس انت وميرا انه نحن we don't treat, اذا ما انتبهنا على الايموشن ايتينج رح نوصل في امكانيه نوصل لمحل وين في امكانيه نوصل لمحل وين تعملنا مشكله. طب باي يعني وين لازم الواحد ينتبه؟ انت قلتي انه اليوم بتجي الناس لعندك عاده بتشوفيها ما بتكون واعيه انه عندها ايموشن ايتينج, بتكون عندها مشكله to deal with stress. أي أمتي لازم الواحد يعني يصير عم بينتبه على حاله لدرجة إنه ما يجي لعندك بس للستريس, يبلش ينتبه على حاله بالأكل بال يعني إذا فيك تعطينا بس أوكي. هلا عادة لأنه أنا وميرا بنشتغل بالهيلث بورتر بولي كلينيك, أوقات بيجوا من عند ميرا فور إكزامبل لأنه بلش يحسوا إنه في problem with the weight. اوكي انه موست انا مو عن جد موست اوف اور بيشنتس عم عندي قبل لانه ما عم بيفكروا انه the problem is more emotional and how to deal with emotions. بيجوا لعندي لانه they don't have control over food, فبتروح عند dietitian تعطيني دايت وخلص وراح امشي على الدايت. يعني I hear it a lot انه جاي لعندي اعطيني بلان وشو ما بدك خلص راح امشي فيه, وانا I'm like it's really like the worst thing I can give you. So let's see what's the problem, let's talk about it, why are you feeling this way. Usually here is where I find problem with dealing with emotions and I refer them to Karin. Yani, so usually people don't think about going to a psychotherapist when they have emotional eating. بفكروا ان هي مشكلة وزن بس وهي ان عايزين dietitian diet to give shit high. So this is كمان a misconception اكيد. والعالم اللي عم بيجوا عندي كمان بيكون صارلهم فترة كتير طويلة عم بيعانوا من هالشي. دونك انا I would recommend ان اذا حدا is really uncomfortable and feels that he doesn't have control over food, he or she, this is where she's should seek help. يعني. Okay. سؤال كمان. سؤال لإلي كمان كارين. في عنا سؤال إنه العالم بس تشوفني. عم بيسأل أو عم تسأل. سؤال العالم بس تشوفني بتقلي إنه ضعيفة. بس أنا بس اتطلع بالمراية بشوف حالي معباية وبستحي وبصير إنه كل الوقت لبسة جينز و وبقضيها على المراية وزني 51 وطولي 160. هل هيدا شيء نفسي بالأكل والوزن؟ يعني هل هي بحالة البادي إيمج بروبلم ولا لا؟ هلا هون أكيد إذا بتحسي إنه شيء suffering, إنه في شيء معين, أكيد she needs to go seek someone. يعني السايكولوجيست رح يعمل, رح يسمع لها during the first session, رح ياخذ اكثر معلومات, رح يعمل assessment, رح يشوف من وين ياهن الاساسيين المشاكل يلي هي عم بتحس عم بتعاني منه. يعني هيك كيس اكيد بده انه session to go deeper with the information.
بس من شو عم شوف انه اكيد في body image, في low self esteem كمان, وفي كمان انه يعني العباره يلي الناس يلي بيقولون اوقات يعني how يعني the validation اوقات from people what they gonna say am I body good enough for people. يعني كمان احنا عايشين ببلد العالم كتير تعطي رأي على الوزن, يعني هاي عفتي هاي مسحتي هاي, يعني and it's really not easy لأنه a lot of people are suffering from their body image. يعني انه عم نحكي عن حد ضعيف عم نقوله انت كتير ضعيف, يعني كمان نسمع ايه. وانا بدي زيد على هيدا الفكرة انه people usually they know إذا وزنهم إنه ضعاف أو عندهم overweight, يعني they don't need people to tell them this, so it's just we are pointing them and they will suffer more. Okay. So the ways to deal with emotional eating, the first thing to do is to understand the difference between emotional hunger and physical hunger. اوكي الفيزيكال هانجر يلي هي بتجي تعرفوا مع الوقت نوع بكره بنحس حالنا جوعانين وي ايت بريكفاست, ومع الوقت بالجوع بيروح شوي شوي وبيرجع بيجي ات لانش. واذا فور اكزامبل يو ار ات ورك و ات 2 يو هاف يور لانش بريك, اذا بلشتوا تحسوا بالجوع ات 1 اوكلوك you can, it's not something particularly urgent. In the emotional hunger, you need, you feel the need to be satisfied instantly. يعني أنا عم بحس هلا إنه في شيء I need to eat and it comes on suddenly. وبالemotional hunger, like we said before, there are some kinds of comfort food. So there is specific food. بالphysical hunger, okay, I eat a diversification of food. There is not something specific. In the emotional hunger, we do not feel satisfied after we feel that we are full. In the physical hunger, okay, I eat my portion, I feel satisfied. There is an absence of symptoms of hunger in the emotional hunger. Well, the physical one, there is a presence of symptoms of hunger. وأهم شيء وخليت على آخر إنه بالemotional hunger, feel feeling of guilt, like we said, the negative thoughts after we've eat. Okay. Step two. This is why we need to understand the difference, because we're gonna take a mindful moment to ask ourselves. I want to eat because, so we're gonna take a pause to ask ourselves, am I physically hungry or I am feeling something? Am I feeling a negative emotion or what are my emotions? Am I sad? Am I angry? شو صار معي خلال النهار? What are my thoughts? شو بيصير إذا بتقدروا, لأنه مش دايماً بنقدر نعرف شو الفكرة, بس إنه لما بتحسوا حالكم زعلانين جربوا إذا فيكم تعرفوا شو الفكرة يلي عم تجي قبل my emotions, before my emotion. Am I worthy? Am I going to fail? أنا خلص بطل فيني عم بعيش كتير stress. دونك شو الفكرة يلي عم تجي؟ وهيدا كتير مهم نسأل هالسؤال, am I physically hungry or I am feeling something. Okay, أكيد step 3 is do not act immediately. So رح خلي مجال between hey desire to eat والaction of doing it. وبالخلال هالبوز أنا بدي I will go through and I will figure out what are my triggers. I will keep a food diary. This is very important to keep a food diary every day when we feel that we go through an emotional eating. Okay? Plus, we are gonna add the feelings. And this will help us to see what are the patterns, what are the triggers. And once we found out what are the patterns,
we will develop a strategy and I will explain it in the next slide. So we will go to the identify, define what are my triggers, what are my feelings I will explore. إذا عندي مشكلة معينة عندي فحص لبكرة ما عم بقدر كيف أعرف كيف بدي أدرس وبركة I will fail. So I will go through the problem solving skills. It's okay. I have time. I will do my best. And I do not have a proof that I will fail my exam. So this is very important, the problem solving skills. يعني هون كارين عم تقولي لنا إنه محل لازم نغير، يعني بس أول شيء نكتشف شو ليش عم نبلش هالسيكل كله، صح. نعرف تريجرز والفكرة يلي عم تقولينا هي اللي بدنا نصلحها. كتير مهمة، كتير مهمة. هلا رح I will explain after in the toolbox. أوكي. مثل ما نحن in CBT cognitive هي الأفكار، نحن لما بدنا نشتغل على نمط أفكارنا وكمان بالbehavior بالتصرف بالسلوك. دونك بالcreate your toolbox نحن بنعرف انه اوكي انا اذا ما لازم روح so بالemotional eating I will take out a behavior but ما فيني I cannot take it out without replacing it by something by another thing so I will replace it with a healthier behavior. So in the case of the emotional eating, I will replace it with an activity that provides comfort. So what we should do? We should focus on the feeling. If you are anxious, so أنا الآن شو فيني أعمل هلا to level down, for example, my anxiety. I will do activities like the breathing exercises, ice cold water on your face, this is very important, or to drink cold water, meditation, to talk to somebody. So the most important thing is to have options, other options than eating, okay? If I am sad, you know, when people are sad, they have low energy. They don't want to exercise or to do something to activate themselves behaviorally. So one of the techniques is to do the activation behavior to energizing them, okay? Like exercise, socializing, watching a comedy movie, to activate, الهدف الأساسي is to activate pleasant emotions. إذا بدنا نفوت شوي بالبيولوجي بنعرف إنه السيروتونين هي بتلعب دور بالمود. So لما when we are sad, السيروتونين بتوطى. لما منتحرك لما منعمل a comedy ترجع بتعلى شوي شوي. When we are angry also we try the breathing exercises, we take a walk, we talk to somebody and we try to reframe your thinking. And by talking by reframe your thinking you must apply the cognitive part. So the cognitive diffusion. What is cognitive diffusion? So it's the opposite of fusion. When we have a negative thinking, people tend to fuse my thinking with myself. I'm not worthy. I really think that I'm not worthy. So by cognitive diffusion, we create a space. We create a space between myself and my thought. So I let go of the internal struggle. عم جرب شوف غير another perspective of the thought. مش انه دايما I will trust my unhelpful way of thinking because it's not helping. So I will see the real true nature of the thought. I am noticing that I am anxious. So if I am anxious, I will have negative thoughts. I will exaggerate. I will tend to be irritable. Okay? يعني هون كأنك عم تقولي لنا كارين إنه يعني يصير في ديستانس كأنه بيننا وبين أفكارنا. نحن مش نحن مش أفكارنا. يعني في نحن وفي أفكارنا يلي عم تقطع لأنه يمكن عم نقطع. Exactly. We call it the helicopter view. يعني you try to see it from another perspective. Okay?
في سؤال؟ صافا اوكي. سو ما نختم شوي التكنيك ديسكاس in this session, for example, they are helpful in the moment, but مثل ما قلت بالايسبرغ are underlying issues, وهول ال underlying issues they are really important to work on them. And by going to for people who want to know what is or the cognitive behavior therapy can help you, it can help you to identify your emotional triggers, what is happening and what can trigger you. Change your unhealthy way of thinking for the emotional eating or for other issues like the body image, guilt, self-esteem. And also to learn new ways, more adaptable and strategy to your unhealthy behavior also. Okay? Correct. Okay. So Anna, I'm presentation. أنا أسئلة لإلك ميرا كمان. أدي من الناس أدي بتشوفي كومن هالمشكلة، يعني أدي عن جد اليوم كالناس اللي بتوصل لعندك really الweight gain تبعها أو هال disturbance جاي من عن جد كتير، يعني ما عم تيدا بس عن جد كتير، يعني لأنه ما بقى عم نشوف عالم بيأكلوا برجر كل نهار وبطاطا وكرمالك مسحوق، يعني ما في كتير هالشي. يعني عادة كل العالم هلأ صارت تعرف أنه أيت هلسي أيت سالاد، إذا تغدد برجر بخفف بالليل. Everyone has هيك their strategies to cope with these things. ما بقى عنا عالم ما خصهم بالنيوتريشن وما بيعرفوا شي. So okay. عادة أكثر شيء العالم عم بيجوا هلا لأنه they're not being able to control their food intake and usually it's due to emotional eating. So لا they're very very related يعني especially in these times of stress. كارين بس قبل ما ننقل لعندك ميرا تنكفي شوي لايف ستايل، قد ايه بدنا وقت يعني هل إذا ما نسميه مش تريتمنت بس هل talking through therapy ونفوت بال إنه شو ال root cause الأساس تبع هال emotional eating والstress تبعنا، قد إيه تقريبا بياخد وقت هال process؟ يعني بس تناخد يعني فكرة. إيه هلا أنا مثل ما قلت أول session بعمل assessment، يعني منشوف what are the problematic issues, the unhelpful way of thinking behavior, و depending on this we will work on case by case. Okay. Hala usually CBT. Eh, sorry. Okay, go ahead. Hala usually CBT is it's between 6 months to one year. بس إنه أكيد أنا برجع بقول كله هولي أي hypothesis لأنه case by case. أنا I work يعني إذا عندي for example two clients بيجوا لعندي كرمال emotional eating إذا بدنا نروح I cannot for example help them in the same way يعني بذات الطريقة. بركي في underlying issues، حدا عنده مشكلة with the anxiety، the other one عنده مشكلة كتير body image self esteem. Okay. هل بتروح لحالها؟ يعني في ناس بتفكر إنه خلص بتقطع مرحلة بكرة إذا راح الستريس ببطل هالبيهيفير. Hala, the first thing what is really important is أول شيء أكيد psycho education and to recognize إذا أنا بلاحظ إنه عندي مشكلة معينة. This is deja I always say the first step from the treatment to recognize and to have an insight إنه عندي مشكلة معينة. تروح لحالة. أنا مثل ما قلت ال emotional eating كلنا بنمرق فيها، يعني ما في شخص ما بيمرق إنه going through an emotional eating episode. Okay، بس برجع بقول it's all about moderation. يعني إذا it's always constant، كل ما عم كون irritable، كل ما عم كون معصب، I go through the emotional eating and I do not have another way of coping, it's problematic. أنا بس شغلة كمان على emotional eating، يعني كمان مثلا نسوان when we PMS يمكن على يوم تكون كتير عم ناكل
So this is not emotional eating. You know, it can be emotional eating عصبي عم بيكل بس إنه كمان hormonal it's physical. يعني مثلا هاي إيه بس فيها تروح لحالة هالسنس لأنه تتشي من بعدها خلاص مرق. بس yes, this is why we didn't put it. Like, no, it's normal with the hormones. Okay. Okay. So lifestyle. What can we do? So أول شيء مثل ما حكينا بالأول إنه وقت السكر كتير بيعلى عنا مشاكل بعدين وبننصح أكتر. So our aim is to keep our blood sugar steady. كيف نأكل ومنزبط أوقات الأكل يعني نتروق نتغدى نتعشى and we take snacks in between. وقد ما فينا to stick to a regular schedule قد ما it helps وخلص بتعود الجسم مثل ما ببين تعميك لتت ساعات and we can try to do that with ourselves وكمان نتير منعرف إن هي خلص إذا بلشت جوع بعد ساعة أو ساعتين ما خلص كلها بعد ساعة عندي my snack so كمان it helps us to control more our portions our food to plan خلص بعد ساعة بيكل شوكولا أو بيكل هيدا by postponing مثل ما قالت كارين and taking a pause it helps please do not skip meals تغديتوا كتير عملتوا emotional eating بعد الغداء وكتير أكلتوا وأكلتوا برجر وخبصتوا مش تفكروا أنا خلص بقفي عشاء وبيمشي الحال لا لأن حتوعوا الصبح جعانين وتعرفوا أنه ما تعشيتوا so you deserve to eat so you overeat then you skip lunch ومنرجع من food بلوب أنه في عود لأنه ما أكلت so please don't skip meals يعني حتى لو منكم جعانين أو أنجأ جعانين كله شيء كتير صغير يعني إنه شقفة خبزة مع شوية لبنة خيارة ناتس بس إنه كله شيء لأنه مثل ما قلت إنه لأن بدي عود الميتابوليزم كل شوي يكون عم بيأكل بس أساس healthy obviously وأساس إنه not in huge quantities drinking water is very important so 1.5 to 2 liters is really good هلا مثل ما كتير سمعتوا الأنتي أكسيدنت بالفواكه والخضرة كتير مهمين so هول they're very healthy and they're very good for our to keep us calm. وفي فيتامين بي هنا كذا فيتامين بيساعدوا كتير كتير النيرفس سيستم والبرين فانكشن وبيساعدونا to release the feel good hormones مثل السيروتونين اللي حكيت عنها كارين. So هلا حنحكي بعدين على الأكلات وين بنلاقي الفيتامين بي بس انا I wanted to raise awareness شوي انه هول كمان لازم نكلهم. هلا اكيد شفتوهم بركي مانيا بي 6 وهول هيدا الفيتامين بي 6 يعني عادة هيدا كمان بتروح. Trying to support your digestive system. مثل ما قلنا stress بيعمل constipation, بيعمل diarrhea, بيعمل حرقة. So come in trying to eat well to support the digestive system. We're trying to listen to your body. And this is one of the most important things. ما بتحسوا حالكم مرتاحين. Whatever you feel that you need, try to follow and to really listen to your body. لأنه this is one of the key. And I know it takes time, especially when we take emotional eating, we can't be able to listen to our bodies. But you know, let's try. Caffeine is a stimulant. So basically, كمان in some cases, ما عبول كل العالم, بس إنه الكافيين كتير بتعمل anxiousness و nervousness. فإذا بحسوا إنه كتير عم تشربوا قهوة, try to reduce your coffee to 1 to 2 cups of coffee, وأكيد ما تشربوا بالليل. وشوفوا بركة تكون هالقد سخيف السوليوشن, يعني بركة تكون القهوة عم تعملنا هالأنكسيتي. هون كمان this could be an option. وفي شغلة كتير كتير مهمة إنه by having specific weight goals عم نحط stress على حالنا يعني خلاص بدي أشوف الفيفتي على الميزان أو whatever إنه هيدي لحالة بتعمل stress إنه huge stress خلاص إنه look at yourself accept yourself إنه هيدا الوزن ما يعني شيء فيه يكون عضل أصلاً ومش فات فيه يكون كذا شغلة سو ما بنعرف try to focus on being comfortable on wellness on well-being on إنه being comfortable with ourselves sleeping well يعني At the end of the day, our bodies are not only in the shape of our bodies. You know, it's about how we feel emotionally and psychologically. You know, هيدا هي الحياة يعني مش إنه إذا عندي 2 كيلو زيادة عن جد ما بيحرزوا. Try to sleep مثل ما قلنا هيدا شغلة كتير مهمة. Try to set aside everyday relaxation techniques. So مثلا meditation, yoga. حتى when you feel very stressed, come in, you can close your eyes for a few minutes, feel grounded, reduce your stress and breathe. Trying to find relaxing hobbies. إنه في عالم بحبوا يسمعوا الموسيقى يرقصوا مثل المجانين بالبيت لحالهم. It can help a lot. Painting, puzzling, whatever. To exercise regularly would be great. بس كمان إذا الإكسرسايز عم بيعملكم ستريس وعم بيزيدكم فرستريشن وبرشر, that wouldn't be the solution for you. بس إنه عادة الإكسرسايز بس بدي زيد لازم يكونوا pleasure activities. ولا يعني أنتوا جربوا تنقوا your own way. Okay. Can alcohol help you stress less? You're off. So, جينا سؤال كيف إنه هل
So usually هيك ما علقت كثير in the short term انه اوكي هلا معصب كثير ورجع على البيت هيك بحط كيس ويسكي برتاح يمكن اوكي بس انه on the long run لا لانه حتزيد الديبرشن الانكزايتي ما حنقدر نرتاح بلا هالكيس فحتصير المشكله من ايموشن ايتينج بتصير الكوليزم لا I'm exaggerating بس انه شوي so حيصير حنصير نشرب اكثر تنروق حالنا حنصير we need more alcohol تنوصل لهيدا state فحنصير نزيد الالكوهول ديبندنس so لا you cannot rely on alcohol we have to rely on other techniques that are healthier مثل ما قال التارين we have to replace it with a healthy option مش with unhealthy هلا I'm gonna go through لان بعرف انه we over time شوي so بس على السريع The right food. So usually eating complex carbohydrates, يعني مش refined sugar. فجربوا بعده عن خبز الأبيض والبسكوي والكوكيز وهول وgo and pick more whole grain bread, brown rice, brown pasta, lean proteins, so chicken breast, eggs, yogurt, turkey, fish. وهيك وجربوا avoid high fat cheeses, كل شيء fried chicken مثلا. Okay. Usually in processed foods or smoked meat, يعني مثل البرتزاولة وجامبون, sometimes they can take longer time to be digested, حتى لكل شيء مقلي. So فيهم يخليكم إنه واعيين أكثر وكمان يزعجوكم أكثر ويزيدوا الانكزايتي. Fruits and vegetables that are rich in magnesium. So هول هن, cherries, oranges, bananas, هول. Heart healthy fats, so avocado, nuts, and seeds, while avoiding أكيد كل شيء مقلي وtrans fat. هلا في infusions that can help you. فاليانسون, الكامومي, jasmine, peppermint, ginger, cinnamon, ودارك chocolate in moderation. كمان فيهم بيساعدوكم تروقوا شوي. Now, time for your questions. اوكي عنا كم سؤال وبدنا نرجع ننقل على الرومز لانه ناس يمكن بدات تحكي اكثر بكيسز في اسئله معينه سو عنا سؤال لك كارين if the emotional eating هو من وراء childhood trauma كانت بي treated ما سمعت السؤال اخر شيء ايه انه اذا الايموشنال ايتينج هو من وراء childhood trauma it is linked to a childhood trauma هل فينا to treat it with CBT Yes, of course. CBT بتشتغل على childhood trauma. So, it depends. يعني هو في CBT بتشتغل على أكيد ال PTSD إذا صار في post traumatic stress disorder. دي. أجينا سؤال ميرا عن skipping meals. حكيت عنها. No, please don't skip meals. حفظناها. بس نكون عم نجاوب. في حدا سأل إنه is PCOS كمان إنه هل دي بتشوفي cases PCOS linked للنصاحة أو can it be reason for weight gain? Yeah, definitely. Polycystic ovary syndrome is a condition that causes hormone imbalances. So بيزيد الانسولين وبيزيد في كتير hormone imbalances. So definitely هول العالم ميتابوليزمون عادة أوطى شوي بينسحوا بسرعة أكتر وبيضعفوا بصعوبة أكتر. So this is very very normal. عندي كتير كتير patients مع polycystic ovary it's easy to treat بس إنه إيه يعني بدنا كتير ننتبه على السكر بدنا ننتبه على الفات بدنا نعمل سبور يعني في قصص عن جد لازم دايما نعمله to be able to stay healthy وهيك بس إنه it's doable يعني مش كمان عندي polycystic ovary يعني ما في ضعف أكيد لا بس it's mainly physical يعني حكينا قبل على physiology polycystic ovary is a condition that wouldn't help you to lose weight مثل حد تاني Alright, so قبل ما ننقل على الروم لأنه رح نوقف الريكوردينج شو آخر هيك كي take home key messages من اثنيناتكم هيك just to wrap up the recorded session ونرجع ننقل على الروم لناخد أسئلة أكتر من الناس ونفوت أكتر بcases وdetails يمكن ناس بتحب تشاركنا فيها منك ميرا بعدين كارين what would هيك إذا بدكم نحفظ شيء أنا بالنسبة لإلي it was very clear إنه كلنا بنقطع فيها و what would you like to say ميرا هيك تنحفظهم no, I'm just accept it try to acknowledge it's a problem try to tackle it it's easy and I'm بعرف إنه sometimes we're into it we're too much into it we feel like no way وما رح أقدر أظهر منها وهيك and I hear it a lot and it's not the case and just the solution is easy it's fast You know, we just need to listen to our bodies. We just need to be grateful, كمان, to try to shift the focus على غير قصص.
هذه شغلة كتير مهمة and try to think about being healthy أكثر من weight oriented يعني thinking about you know, what my body needs what I need to relax you know, the vitamins I need to eat you know, you're supposed to eat يعني كمان عندنا هالشيء إنه كأنه منحس ما لازم ناكل لازم ناكل you know, it's fuel for our body cannot function without food so not all foods are bad ما في food bad أصلا so عن جد you know, listen to your body and accept what you need this is what I would like to say. كارين شو بتقولي لنا كمان هيك هلا ميها قالت كثير قصص and it's well I agree 100% بس بدي زيد كمان شغله انه كل شيء نحن there is something we call it moderation يعني مثل ما قالت بال emotional eating when it's from time to time and it's not considered as problematic. كان دائما نحن حتى إذا we are sad, sometimes we feel that we are sad or anxious. We must look at the frequency, the intensity, duration. إذا it's very frequent, very intense, and it affects our daily routine, only we need to go and seek a mental health professional. Okay. جيد. Very clear. أنا رح فرجي بس I'll share my screen بس تنذكر الناس كيف بيفوتوا على الروم سو يلي جديد معنا قدامكم على التليفون رح يبين عندكم كبسة اسمها rooms على التليفون ببين على المنيو من تحت كبسة اسمها rooms so you just press on it ومبينة في room خلقناها اسمها how to deal with emotional eating نحن هلأ we will start it وفيكم تنقلوا عليها كفوا معنا please السيشن تنسأل أسئلة أكتر نقدر نحكي مع كارين وميرا directly we will not record in the room you can talk فيكم تطلعوا live على الكاميرا أو microphone أو حتى تسألوا الأسئلة anonymously أو تسمعوا غيركم مثل ما أنتم بترتاحوا thank you so much ladies رح ننقل على الروم وأنا رح وقف الريكوردينج thank you